وتعليقا حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفداوي. مرحبا بك معنا دكتور ناصر. قدمتم بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق منحا مالية للعائلات في مخيم حسن شام للنازحين، لو تحدثنا أكثر عن هذه المساعدات. حياكم الله سيدي الكريم، أهلا بك. هذه الحملة الثانية في سلسلة حملات الإغاثية التي تقدمها منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. هذه الحملة الثانية في هذا المخيم، في مخيم الحسام الثالث الذي يقع في قرية سيف دينان بمنطقة الخاز الشرق الموصل. هذه الحملة تعد استكمالا للحملة التي سبقتها قبل أسبوعين. المخيم في ازدياد ملحوظ وفي ازدياد كبير، الإدارة تخشى من الزيادات الحاصلة المتطورة والتي يعني تتصاعد مع الأيام، مع إغلاق ومحاولة إعادة بعض العائلات قسريا من المخيمات القريبة من مناطق محافظة الموصل. وزعت المنظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين 400 منحة مالية على العائلات التي قدمت من الموصل، وهذه المخيمات أنشئت قبل أكثر من 5 سنوات. المنظمة وهيئة علماء المسلمين منذ أول نشأة هذه المخيمات عملت على تلبية احتياجات هذه المخيمات من الاحتياجات المدرسية، احتياجات الصحية، إنشاء مختبرات متكاملة، وكذلك تجهيز المراكز الصحية بحملات أدوية، حملات كبيرة من الأدوية التي تحتاجها تلك المراكز الصحية. نعم. هذه المنح المالية التي قدمتها منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين قدرت فيها احتياجات العائلات النازحة الكريمة، لأنها تحتاج إلى هذه المبالغ المالية لتشتري بعض الاحتياجات الضرورية خارج الاحتياجات الغذائية والطبية وغيرها، لأنها تحتاج في يومها في معيشتها تحتاج إلى أشياء ضرورية. نعم. للعائلة والأفراد العائلة. نعم دكتور، يعني كيف وجدتم حال النازحين في هذا المخيم؟ حالات الحقيقة يعني المخيمات بعموم محافظات العراق تعاني تجاهلا مقصودا من الجهات المسؤولة الحكومية التي ينبغي أن تقوم على رعاية شؤون هذه العائلات النازحة التي نكبت في مناطقها والتي دمرت مناطقها بشكل كامل. هي لا تستطيع أن تعود إلى مناطق سكنها الأصلية، لا تتوفر فيها أسباب الأسباب الحياة المعيشية الكريمة، أبسط 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 أنواع أبسط الظروف الحياة الكريمة للعائلة غير متوفرة في مناطق السكن الأصلي، إضافة إلى ذلك الاستهدافات الأمنية وكذلك الحالات المأساوية التي واجهها من خرج من المخيم وعاد إلى مناطق السكن الأصلي، تفاجأ بعدم تمكنه من تلبية القوت اليومي لأفراد عائلته، لأطفاله ولنسائه وللمرضى في العائلة، ولذلك اضطر يعني مرة أخرى للعودة إلى هذه المخيمات. هذه المخيمات فيها شيء من النزر اليسير التي تقدمها بعض المنظمات للعائلات الساكنة في هذه المخيمات. نعم. ولذلك هم يجدون أن الحياة في المخيم على الرغم من جحيميتها، على الرغم من مأساويتها، على الرغم من الافتقار الشديد لكثير من مقومات الحياة، لكنهم يجدونها أفضل وأحسن من العودة إلى مناطق السكن الأصلي، لأن الجهات المسؤولة لم تقدم لهم أي إعانات أو ظروف تعينهم على العودة إلى مناطق السكن الأصلي. نعم دكتور، كيف وجدتم ردة فعل الأهالي في مخيم حسن شام 3 في الموصل حيال تلك المساعدات؟ حقيقة يعني العائلات الساكنة في المخيمات تعرف الجهود الإغاثية التي تقدمها هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية، لأنها استمرت منذ نكبة الموصل مع أول أيام نكبة الموصل ونكبات المحافظات الأخرى، وهي يعني تعرف تماما حضور هذا الجهد الإغاثي المتميز والكبير،
ويعرفون تماما، يعني يعرفون كادر المنظمة ويعرفون وعودها. نحن في المرحلة الأولى في الحملة الأولى قبل أسبوعين جاءت بعض العائلات تسأل، يعني يقولون هل نحن مشمولون في هذه المساعدة. وعدناهم باستكمال جميع العائلات التي حتى تقدم حديثا إلى المخيم فإنها مشمولة بهذه المنح المالية، ولذلك كانوا مطمئنين. وفي الحملة الثانية عندما وصلنا إليهم قالوا كنا نثق بوعدكم وكنا نثق بجهدكم الإغاثي، ولذلك أنتم الآن يعني وفيتم بعهودكم ولم تتركونا منذ الأيام الأولى من وجود المخيمات في هذه المناطق البعيدة النائية عن طرق المواصلات. جهد الإغاثي لهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية بقي متميزا وحاضرا مع مآسي أهلنا النازحين، لأن الهيئة ومنظمة أم القرى تشعر تماما بجراحات العائلات النازحة التي ما زالت تنزف ألما ومأساة مع مرور الأيام رغم الاحتياجات الشديدة، لكنهم يتحملون لوائل المعيشة في هذه المخيمات لأنهم يثقون ببعض المنظمات من أهليهم الذين حقيقة لا يهنأ لهم حياة إلا ويكونوا حاضرين مع جراحات أهلهم واحتياجات أهلهم، ولذلك هم يثقون بهذا الجهد الإغاثي ويقدمون كلمات شكر حقيقة يسلمون علينا، يكثرون من الكلام والمديح لجهد الإغاثي لهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية. نعم، الدكتور باسم الفداوي المتحدث الإعلامي في منظمة أم القرى كان معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.